ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم في فيديو جديد من ديجو تيوب. اخيرا نزل الاس بي سي بلس 85 تيم اوف ذا ويك ابجريدد من فيفا 23، حاجه كده من اللي بنستناها من العيد للعيد. ونزل معاها كمان الاس بي سي بتاع البلس 80 اللي هو تكرره زي ما انت عايز. طيب الاثنين دول يا معلم انا بنصحك تعملهم على طول، لان البلس 85 ده هيديك لاعب تيم اوف ذا ويك، لاعب من لاعيبه الاسبوع بلس 85 اكيد، يعني اكيد هيلعب واكيد لعيب انفورم جامد جدا. والبلس 80 ده اعمل منه على قد ما تقدر، لان هو حاجه بسيطه جدا، 6 لعيبه بس، وهيديك لعيب بلس 80 مضمون ممكن يطلع لك حاجه كويسه فيه، فجرب حظك فيه واعمله اكتر من مره. انا عملت بس النهارده 10 وعملت البلس 85، هنفتحهم مع بعض ونشوف ايه اللي هيطلع لنا فيهم، ويا رب يطلع لنا حاجه بقى من الحدث، حاجه من الاوت اوف بوزيشن يا رب. وفي الفيديو هقول لك الاس بي سي بلس 85 ازاي بيتعمل وايه شروطه. يلا بينا نخش على الفيديو وما نضيعش وقت، ولو اول مره تشوفني ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والشير يا معلم، ويلا بينا. يلا نقول بسم الله ونخش مع بعض على الفيديو ونشوف اول حاجه البلس 85 تيم اوف ذا ويك ابجريد. انا اوريدي خلصتها ومستني بقى ايه افتحها معاكم ونشوف ايه اللي هيطلع لنا فيها، اللي هي دي. هي كل متطلباتها ان انت يبقى فيه 11 لعيب في السكواد جولد كلهم، ويبقى فيهم اربع لعيبه اوفر ريت 85، يعني يكونوا 85 وانت طالع، ويكون كمان الريتنج الريت بتاع الفريق كله 84. دي شروطها عشان تعملها حاجه سهله جدا، انت ممكن تصرف عليها ممكن 20,000 كوين ماكسيموم وتعملها وهيطلع لك لعيب بلس 85 تيم اوف ذا ويك، وان شاء الله يطلع لك حاجه ايه كويسه، فلازم تجرب حظك فيها وتعملها. في نفس الوقت كمان نزل البلس 80 اللي هو ريبيتابل، اللي هو تقدر تكرره اكتر من مره، على قد ما تقدر تعمل فيه اعمل 40 اعمل 50 على قد ما تقدر. انا عملت 10 بس ولسه هعمل تاني، لان هو لسه قدامه يومين، هو لسه نازل، فهعمل على قد ما اقدر، لان ده بنسبه كبيره ممكن يطلع لك منه حاجات من الحدث، ممكن يطلع لك حاجه زي صلاح او حاجه. انا معايا 10 باكات منهم واحده بلس 85، هنفتحهم مع بعض ونشوف ممكن يطلع لنا فيهم ايه. يلا بينا نفتحهم، يلا بينا نروح على الستور ونبتدي الاول بالبلس 80 واحده واحده ونشوف، ويا رب يطلع لنا فيهم ايه حاجات حلوه. نفتح اول واحده ونقول بسم الله بسم الله. اول واحده يا رب يا رب يا رب حاجه من الحدث يا رب. ها وكاوت ولا اي حاجه؟ مفيش اي حاجه. فرنساوي سي دي ام. ها كمارة، يلا ماشي شغال. بس ده 80 بالظبط يا عم، طب ما تجيب لنا حاجه بلس 80، ده انت غريب يا هاني. تعالوا نشوف التانية، دي أول واحدة ما وفقناش فيها، نشوف التانية. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. ها ها مش ووك أوت حتى ولا أي حاجة ولا أي حاجة. أسبانيا اتنين، ياه أنت دايما عندي وعندي منك كتير، يعني أنا حرميه. أو ممكن أخش أحطه تاني في واحدة تانية اس بي سي هي تانية. يلا نخش على بقى اللي بعدها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شاء الله تطلع لنا فيها حاجة حلوة من الحدث. بسم الله بسم الله، يلا يا رب يا رب. ووك اوت ووك اوت ووك اوت، حاجة فرقع فوق، ايوه فرقعت ووك اوت. ماركينيوس يا ماركينيوس، ماشي عندي منك بس يلا، اللي عندي منك بيتباعوا. يلا حلو ماركينيوس، دي كده حلوة ماركينيوس 88 حلوة جميلة. يلا روح يا ماركينيوس على اصحابك. يلا نخش على بعديها ونقول بسم الله حاجة حدث يا رب يا رب، حدث 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 حدث، حاجة من الاوت اوف بوزيشن. مفيش خالص، ما نورتش. مين ده؟ مين انت؟ ايه ده؟ ليه يعني؟ مين انت ايه؟ تريمي مين ده؟ مين ده؟ حد يعرفه؟ هو يكون عندي عشان لو عندي هرميك على طول. مش عندي، يلا تمير تريمي، يلا فيك دي. نخش على اللي بعديها نقول بسم الله، يلا ها بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب. وكاوت مفيش وكاوت. فرنساوي مين مين مين؟ ار دبليو. ها حاجات غريبة والله بتيجي، بس مش هنقول لا. يلا يمكن حظنا يجي في واحدة واحدة بس، احنا مش عايزين غير واحدة، انا عملت العشرة دول وعايز منهم واحدة بس. هي جت ماركينيوس بس انا ما كنتش عايز ماركينيوس بصراحة، انا عايز حد لاعبه عندي. بسم الله بسم الله يا بابا، اترفعوا اترفعوا يا بابا يا بابا. عايزين مين انت يا كابتن؟ مين 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 اندريتش؟ مين مين انت؟ عامل بيك ايه؟ يلا مش مهم، اللي بعديها يلا
يا ام سهل، ان شاء الله الحظ هيلعب، ان شاء الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. لسه باقي 5 باكات يا جدعان، يلا ناخد دي كمان. بسم الله بسم الله يا ماما. ووك اوت بقى، ايه ده، ارفعوا اي حاجه. ايه الناس دي، هو كلها عندكم 81؟ يلا مش مشكله مش مشكله، اللي بعديها هناخدهم نحطهم في اس بي سي هات تانيه، مفيش اي مشكله، مفيش ادنى مشكله. يلا اللي بعديها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا جماعه انتوا ايه، ما عندكمش اي ووك اوت؟ مين انت؟ ليه الرخامة يعني؟ انتوا قايلين بلس 80 ما قلتوش 80 يعني، حرام عليكم. ده كده انتوا بصوا بتضحكوا عليا. يا رب طيب يبقى املنا في اللي هي البلس 85 بقى يطلع لنا فيها حاجة انفورم جامدة كده يعني. يلا بسم الله، واحدة بلس 80 كمان اهي. ها ها هترفع؟ مفيش، هي شكلها جت في ماركينيوس، ماركينيوس سعره حوالي 30,000 فمش مشكلة يعني. انت عندي يا ابني انت صح؟ ولا انا حطيتك في اس بي سي؟ حطيتك في اس بي سي كويس. يلا نخش على اللي بعديها. اخر واحده اخر واحده اخر واحده يا رب يا ام سهل، اخر واحده من بلس 80 وكده يبقى فتحنا 10 وطلع علينا فيهم ماركينيوس بس. نشوف بقى دي اخر واحده يا رب. ها اخر واحده اخر واحده اخر، ما نورتش ما نورتش. ايه يا عم فيران توريس ايه؟ موجود عندي اكيد فيران توريس. لا ولا حطيته في اس بي سي برضو، شكلي حطيته في اس بي سي. حطيته في اس بي سي كويس. يلا بقى ايه البلس 85 اللي عملناها بعد اعجوبه. البلس 85 اللي قاعدين مستنيينها، نفتحها ونشوف يا رب يطلع لنا فيها حاجه جامده. انا عايز، بص انا مش طماع، انا عايز امبابي. ما فيش طمع، امبابي يعني، امبابي او امبابي بس يعني. اي حاجه هتطلع تانية انا يعني امبابي برضه. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفتحها مع بعض. انا قلبي مش بتوعني افتحها على طول كده، عايز اقرا شويه يعني عليها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. يا رب بقى حاجه حظ حلو يا رب يا رب يا رب. ها ها مين؟ ايطالي سوبر سترايكر 687. تصدق انت الوحيد اللي انا كنتش عايزك؟ انت حلو مش وحش بس انا مش عايزك، انت دوري ايطالي حبيبي وسوبر سترايكر. انا عندي ابو ابراهيم وليفا. طب ليه كده يا جماعه؟ ليه ليه اللي تلاقيها دي؟ هو ده 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 ماركه معتمده بتطلع لكل الناس ولا ايه؟ امبولي ماشي. يلا الحمد لله 87 مش وحش برضه، هو قالك بلس 85 انا كنت نفسي يلا مش مشكله الحمد لله، بارك الله فيما رزق. طيب يعني انت مش قادر تجيب واحد من الحلوين يا شاب يا شباب بالشباب انت وكده. جربنا حظنا وطلع لنا ماركينيوس، وطلع لنا الكابتن اللي هو ال 87 ده، المهاجم الايطالي ده اللي انا مش عارفه مين بالظبط. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والشير عشان يجي لك كل جديد، واشوفك في فيديو جديد من ديجو تيوب. سلام.